Perfect. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة رغاية يوتيوب. النهاردة حصل حاجة شفتها فيديو الصبح كده، بما ان احنا قناة رغاية يوتيوب، لكن فيديو وجع قلبي بصراحة. اقسم بالله العظيم انا اتهزيت من جوايا عشان الفيديو ده. الفيديو اب في عز البرد في قرية من قرى الفلاحين بيرمي بنته في الشارع وبيقلعها هدومها كلها، في عز البرد وهو بالكوفية ومتكلفت وعامل، والبيت صويت وعياط وهو مفيش اي تأثر خالص. يعني انا مش فاهم الناس دي بتعمل كده ليه، هو اللي حصل يا جماعة في مجتمعنا. طبعا رابط الفيديو، انا مش هحط الفيديو عندي بجد، لكن رابط الفيديو هتلاقوه في صندوق الوصف. قناة دماغ عالية، قناة محترمة جدا، بتتكلم في مواضيع مهمة جدا، جايب الفيديو وبيشارح كل التفاصيل بتاعته. فانا عايزكم تخشوا تشوفوا وتشتركوا في القناه دي، طبعا مهمه جدا، هتفكوا بتجيب مواضيع مهمه زي دي كده، وتشيروا الفيديو بتاعه على اوسع نطاق. احنا عايزين الراجل ده يتقدم للمحاكمه، الراجل ده يتقدم للتحقيق. ازاي بيجيله قلب؟ ده لو كلب مش هيعمل فيه كده، اقسم بالله العظيم لو كلب الواحد ما هيجيله قلب يرميه في الشارع في عز البرد كده وعايز يولع فيه كمان. يعني هو قلع البنت هدومها كلها ورماها وماشي، والناس مسكوا فيه ومسكوا في البنت، راح هو رجع تاني عشان يمسك البنت من الناس ومحدش يحوشها، راح جرق تاني وراح ماسك البنت وولع في الهدوم، عايز يولع في الهدوم، وكمان هيحط البنت في وسط الهدوم ويولع. لا اله الا الله، انا مش عارف اقول ايه، اقسم بالله العظيم انا ما عارف اقول ايه. وايه اللي جرالنا يا جماعه؟ يعني ولا الغني عنده اخلاق، ولا المثقف عنده اخلاق، ولا الفقير الجعان عنده اخلاق، ولا عنده تربيه، ولا عنده قلب، ولا عنده شعور. سيدات الجزيره امبارح اتكلمنا عن الموضوع، مش عايز اتكلم عنه تاني، اتقدموا امبارح للنيابه. جميل جدا. طيب ده بقى هدفنا، ان هو يتحول للنيابه. قناه دماغ عاليه، تخشوا عليها تشيروا الفيديو عشان الفيديو ينتشر ويقدر الناس تفهم وتعرف، وتقدر السلطات او سلطات التحقيق او النيابه تبدا تجيب الراجل ده وتستدعيه وتحقق معاه، لان اللي حصل ده ما يرضيش ربنا. ده اللي حصل ده حسبنا الله ونعم الوكيل. كان معاكم هاني، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تشيروه في الخير علشان برضو الرابط يكون موجود لقناة دماغ عالية والناس تخش تتفرج عليها. شكرا ليكم، حفظ الله وامنه، ربنا يستر علينا يا رب بجد والله، داخلين على ايام صعبة قوي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.